وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور الشيخ عبد الله بن علي آل خليفة، مدير مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين. أرحب فيك دكتور الشيخ عبد الله في نشرة الثالثة. دكتور، كيف تقرأ السياسة التي انتهجتها مملكة البحرين، السياسة الخارجية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم؟ في الحقيقة أود أن أبين أن مملكة البحرين قد انتهجت سياسة منذ القدم. نعم. قامت على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي الإرث التاريخي. نعم. هذا الإرث التاريخي أسس من قبل المؤسس الشيخ أحمد بن محمد الفاتح. نعم. في 1783. نعم. وساروا عليه حتى أبناءه الشيخ سلمان بن أحمد والشيخ عبد الله بن أحمد، ومما جعل البحرين تكون مركز سوق القماش أو اللؤلؤ في ذلك الوقت مقارنة ببومبي في ذلك الوقت. نعم. وشفنا أن في تلك الفترة بدأت البحرين تخطو في القرن التاسع عشر من تنجو المخاطر الأمنية والسياسية في المحيطة في العالم والإقليم تحديدا. المركز الثالث هو الإدراك السياسي الإقليمي والدولي الذي قاده حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في 1971. فهذه السياسة اللي ركزت على أن تكون البحرين منطلقة بسياسة جديدة، عضو في الأمم المتحدة، عضو في جامعة الدول العربية، وافتتحت لها سفارات في بعض البلدان المهمة أو بعض العواصم المهمة في اتخاذ القرار السياسي. ولكن ما يهمنا في يعني سياسة المغفور للشيخ عيسى أنه بعد البحرين في ذلك الوقت شهد السبعينات والثمانينات من الحروب اللي واقع في الإقليم والعالم، وأهم شيء كان هو عمل مع أخوانه قادة مجلس التعاون في إنشاء مجلس التعاون. الركيزة الثالثة واللي هي الأهم أن السياسة التي تبعها جلالة الملك منذ 25 عاما قامت على سياسة الأحلاف السياسية، الأحلاف العسكرية، الأحلاف الاقتصادية. ونشوف أن البحرين من 2002 عضو من غير منظمة الناتو، غير عضو من الدول الناتو. في 2005 كانت عضو أو مؤسس لدرع الجزيرة المشتركة. في 2019 شفنا أن أصبحت مقر الاتحاد أو مقر الاتحاد المحاربة أو يعني محاربة الإرهاب في المنطقة. 2023 الأهم كان هو اتفاقية التكامل الأمني الشامل مع أمريكا اللي وقعها سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد في سبتمبر 2023. وديسمبر عندنا هو العمل على التحالف الذي حماية المياه الإقليم، المياه البحر الأحمر من العمليات الإرهابية. كل هذه المحطات اللي ذكرت لك أدت إلى أن البحرين تتبوأ مركز إقليمي مهم. اليوم دكتور، كيف تصف المكانة الإقليمية والدولية التي اتخذتها مملكة البحرين اليوم؟ تعاطيها أيضا مع المواقف الدولية بلا شك. وشوف أن اللي ذكرت لك أن سياسة الأحلاف هذه تطلب على البحرين وجودها وحفاظها للأمن في الإقليم. نعم. وما يعززها طبعا هو نظرة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم. نعم. بتشكيل قوة عسكرية ترافق هذه السياسة. نعم. السياسة الأمن. لذلك نشوف احنا نبارك للبحرين الحقيقة تدشينها F-16 بلوك 70 هذا الشهر. نعم. وكذلك في الشهر اللي فات كان عندنا الكاس الكلوزير سبورت الكوبرا زولو، وهذا يعزز قدرة البحرين على أن تشارك في الأمن وتشارك سياسيا في المنطقة وللسلام والأمن الدولي، وأصبح لها المكان المرموقة حقيقة على المستوى الإقليمي والدولي. نعم دكتور الشيخ عبد الله بن علي آل خليفة، مدير مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا دكتور.